الدكتورة نادية نشار على 108 اف ام. صباح رسائل جميلة جدا. صباح الفل عليك عبد الحي، ان شاء الله يوم جميل وسعيد. ابو زهراء وعبده، صباح الفل عليك، ان شاء الله الاهلي يفوز على الترجي 2-0 كمان، يعني شرط النتيجة. وتحياتنا والله لاهالينا في قرية شبرا بدين بمركز المنصورة، صباح الفل عليكم جميعا. استاذ وليد جودة، علم الفراسة، علم الفراسة ولغة الجسد والكذب، عايزين حلقات. والله موضوع مهم جدا. وبيسأل بقى ايه حقيقة صدق جهاز كشف الكذب، صدق جهاز كشف الكذب. طبعا الجهاز موجود وكلنا شفناه، وكلنا شفناه في اعمال درامية طبعا. ايه مدى صدقه بقى، وهل يقدر حد يتدرب على خداع اجهزة كشف الكذب؟ خلينا بقى، يبقى ده موضوع في حلقاتنا الجاية ان شاء الله، ولاقي متخصص يكلمنا بالتفاصيل، مش عشان نتدرب ان احنا نخدع الاجهزه، لكن علشان نبقى صادقين بقى. على التليفون استاذ مهتدي، صباح الخير. صباح الفل يا دكتوره. صباح الفل على حضرتك. يا انت بصي قمه التفاؤل، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك، الله يخليك. على الانسان من الداخل طبعا، وعايزه الناس تبقى صافيه وتبقى صادقه وتبقى حاجات حلوه كده، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. والله العظيم انت بتريحينا نفسيا بكلامك وبطريقتك وباسلوبك وبافكارك. والله بشكر حضرتك جدا، يا رب اكون يعني بحقق، يعني دي اهم رساله في حياتنا الاعلاميه، ان احنا نوصل الفكره بحاله من التفاؤل والانسانيه. ربنا يوفقك يا رب دايما. ربنا يبارك في حضرتك، شكرا. ان ان ان, إن فكره النهارده يعني فعلا احنا محتاجين برضه ان يبقى في يوم كده فري كده. ايوه، يعني في الشهر مره، في الاسبوعين مره، يبقى الواحد بيستغنى عن حاجات كتير. والله العظيم ما تتخيلي بتجلي براحه نفسيه قد ايه، تحس ان انت طبيعيه عايشه في الطبيعه، الفطره الاسلاميه اللي كانت الاول. لكن ضغط الاجهزه علينا، ضغط التكنولوجيا علينا، وخلينا دايما كلنا متوترين. صحيح، انت مش ملحقه تعملي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. صحيح، ورغم انها مسهله حياتنا الا ان تحس بالضغوط كترت. هي مسهله بس عامله لنا ضغط، عامله لنا ضغط كبير. صحيح، ان انت لازم تتكلفي كتير، لازم تبقى حياتك كلها فيها تركيز عالي، في ذبذبات بتطلع من الاجهزه ومن التكنولوجيا، طبعا الحاجات دي بتاثر علينا كحاله نفسيه. صحيح، فانا بتمنى ان الناس فعلا انها تعيش يوم، طب عيش يوم في السنه، في السنه كويس، يوم كده مع نفسك في الهواء الصافي كده والحياه الطبيعيه اللي كنا بنشوفوها واحنا اطفال صغيره. وكانت في ناس بتحكي لنا بقى الحكايات القديمه، ازاي كانوا بيطبخوا، ازاي كانوا بيعملوا، ازاي كانوا بيستعينوا بنفسهم ان يقضوا حاجتهم من غير ما يحتاج ليد مساعده. يعني حتى غسيل الهدوم، ملابس، حتى مش عارف ايه، كانوا بيستخدموها بايديهم. ايوه، حاجه بيعملوها. أيوة، ومع ذلك كانت صحتهم احسن، كانت حياتهم اروق. أكيد كان عندهم هموم، عارف حضرتك، لا يخلو إنسان من حاجة شغلة باله أو ضغوط عليه، لكن عارف كل جيل له شكل حياته. فإحنا بالعكس، يعني التكنولوجيا رائعة وقدمت لنا حاجات جميلة في الحياة، بس إزاي نبقى إحنا أشطر منها، نبقى أشطر منها في جودة الاستخدام. أيوة، يعني ما نستسلمهاش. صحيح، كل حاجة. صحيح صحيح، احنا كمان صحيح، ونحافظ على علاقاتنا المباشرة ببعض، دي مسألة مهمة جدا، لأن كتير مننا خلاص نسي علاقاته المباشرة وبقى في علاقاته غير المباشرة. والله دي أهم شيء في الموضوع. والله دي أهم شيء في الموضوع، العلاقات الإنسانية. صحيح، بشكر حضرتك والله جدا جدا أستاذ مهتدي، أسعدتنا. أتمنى لك دايما إن تطرحي أفكار جديدة. حاضر، وتناقشي كتير في الموضوعات دي، ورأيك بيبقى مهم أو جميل أو صراحة. بشكر حضرتك والله جدا، شرفتني وأسعدتني، شكرا شكرا.